بسم الله، الله يبارك. السلام عليكم، مرحبا في هذه الفيديو، وتحيا الجزائر انتصار، تحيا الجزائر، الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب العالمين يسر أمرنا. بيانفيني دونس الفيديو. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يسر أمرنا، اللهم يا رب يسر أمرنا. إن شاء الله انتصار آخر في النهائي بحول الله بحول الله. اليوم رانا في منطقة المرشد، منطقة المرشد، وبعد الانتصار تاع الخضر نقولكم عاونوا الجزائر والفريق الجزائري بالمتابعة وبالدعاء وبالدعاء وبالدعاء. لا تنسوا إخواتكم، لا تنسوا محرز وبالليلي وسليمان إسلام سليماني وكل الفريق وابو نجاح. ما ننسوش ابو نجاح، يا ابو نجاح الله يعطيك الصحة، راه قدرت ما عليك إن شاء الله. يا الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله يكون انتصار وفي النهاية تمركنا أهداف بحول الله لصالح الفريق الجزائري ان شاء الله. يا ابو نجاح تمركي اهداف، يا ابو نجاح ركز مليح، ركز مليح. علاش ضرب البارة وعلاش ضرب البلايص اللي كسموه؟ علاش يا فريق الجزائر علاش ضيعوا المناسبات؟ تزيروا روحكم، تبعوا النصائح، تبعوا نصائح بالماضي، السيد بالماضي له كل احترام تاع الشعب الجزائري وكل من يتابع الفريق الجزائري. إن شاء الله يكون انتصار. البارح يعني زقينا مع هذاك الانتصار وهذاك الهدف اللي مركه محرز في آخر لحظة، زقينا وقلنا تحية الجزائر، تحية الجزائر برجالها ونسائها، والله أكبر والحمد لله. اللهم يا رب العالمين زدنا انتصار على انتصار، يا الله زدنا انتصار على انتصار. والسلام عليكم.